وفي ذم التكبر له خطبة مشهورة وتسمى القاصعة، وهي تتضمن ذم إبليس لعنه الله تعالى على استكباره وتركه السجود لآدم عليه السلام، وأنه أول من أظهر العصبية وتبع الحمية، وتحذير الناس من سلوك طريقته. قال عليه السلام: الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه، وجعلهما حما وحرما على غيره، واصطفاهما لجلاله، وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده، ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين، فقال سبحانه وهو العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوب: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، اعترضته الحمية فافتخر على آدم بخلقه وتعصب عليه لأصله، فعدو الله إمام المتعصبين وسلف المستكبرين، الذي وضع أساس العصبية ونازع الله رداء الجبرية وادرع لباس التعزز وخلع قناع التذلل. ألا يرون كيف صغره الله بتكبره ووضعه بترفعه، فجعله في الدنيا مدحورا وأعد له في الآخرة سعيرا؟ ولو أراد الله أن يخلق آدم من نور يخطف الأبصار ضياؤه ويبهر العقول رواؤه وطيب يأخذ الأنفاس عرفه لفعل، أي الريح الطيبة، ولو فعل لظلت له الأعناق خاضعة ولخفت البلوى فيه على الملائكة، ولكن الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله تمييزا بالاختبار لهم ونفيا للاستكبار عنهم وإبعادا للخيلاء منهم. الخيلاء يعني الكبر التكبر. فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، وكان قد عبد الله 6000 سنة لا يدرى أمن سن الدنيا أم من سن الآخرة عن كبر ساعة واحدة، فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ كلا، ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا. إن حكمه في أهل السماء والأرض لواحد، وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حما حرمه على العالمين، فاحذروا عباد الله عدو الله أن يعديكم بدائه، وأن يستفزكم بندائه، وأن يجلب عليكم بخيله ورجله، فلعمري لقد فوق لكم سهم الوعيد وأغرق إليكم بالنزع الشديد. الفوق هو موضع الوتر، هو كناية عن استعداد إبليس للهجوم عليكم، والنزع الشديد هو عندما استوفى مد القوس وبالغ في نزعها ليكون مرماه أبعد،
ووقع سهامه أشد. ورماكم من مكان قريب، فقال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، قصفا بغيب بعيد ورجما بظن غير مصيب. صدقه به أبناء الحمية وإخوان العصبية وفرسان الكبر والجاهلية، حتى إذا انقادت له الجامحة منكم، أي استعان ببعضكم على من لم يطعه منكم، واستحكمت الطماعية منه فيكم، أي الطمع، فنجمت فيه الحال من السر الخفي إلى الأمر الجلي، استفحل سلطانه عليكم ودلف بجنوده نحوكم، فأقحموكم ولجات الذل، وأحلوكم ورطاط القتل، وأوطؤوكم إثخان الجراحة، طعنا في عيونكم وحزا في حلوقكم ودقا لمناخركم وقصدا لمقاتلكم، إلى أن يقول سلام الله تعالى عليه: فاجعلوا عليه حدكم، أي غضبكم وبأسكم، وله جدكم، أي اجتهدوا وبالغوا معه. فلعمر الله لقد فخر على أصلكم ووقع في حسبكم ودفع في نسبكم وأجلب بخيله عليكم وقصد برجله سبيلكم. ثم قال عليه السلام عن إبليس: فأطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية وأحقاد الجاهلية، فإنما تلك الحمية تكون في المسلم من خطرات الشيطان ونخواته ونزغاته ونفثاته، واعتمدوا وضع التذلل على رؤوسكم وإلقاء التعزز تحت أقدامكم وخلع التكبر من أعناقكم، واتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين عدوكم إبليس وجنوده. المسلحة أي الثغر يدافع العدو عنده، فإن له من كل أمة جنودا وأعوانا ورجلا وفرسانا، ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمه، المقصود بابن أمه قابيل الذي حسد أخاه هابيل فقتله، من غير ما فضل جعله الله فيه سوى ما ألحقت العظمة بنفسه من عداوة الحسب وقدحت الحمية في قلبه من نار الغضب، ونفخ الشيطان في أنفه من ريح الكبر الذي أعقبه الله به الندامة وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة. ألا وقد أمعنتم في البغي وأفسدتم في الأرض مصارحة لله بالمناصبة، المناصبة أي العداء، أي مكاشفة لله بالعداوة ومبارزة للمؤمنين بالمحاربة، فالله الله في كبر الحمية وفخر الجاهلية، فإنه ملاقح الشنآن ومنافخ الشيطان. الشنآن يعني البغض التي خدع بها الأمم الماضية والقرون الخالية، إلى أن قال سلام الله تعالى عليه: ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم الذين تكبروا عن حسبهم
وترفعوا فوق نسبهم وألقوا الهجينة على ربهم، أي ألقوا فعلتهم القبيحة على ربهم، وجاحدوا الله على ما صنع بهم مكابرة لقضائه ومغالبة لآلائه، أي النعم، فإنهم قواعد أساس العصبية ودعائم أركان الفتنة وسيوف اعتزاء الجاهلية. فاتقوا الله ولا تكونوا لنعمه عليكم أضدادا، ولا لفضله عندكم حسادا، ولا تطيعوا الأدعياء وهم أساس الفسوق، اتخذهم إبليس مطايا ضلال وجندا بهم يصول على الناس، وتراجمة ينطق على ألسنتهم استراقا لعقولكم ودخولا في عيونكم ونفثا في أسماعكم، فاجعلكم مرمى نبله وموطئ قدمه ومأخذ يده. فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من بأس الله وصولاته ووقائعه ومثلاته، واتعظوا بمثاوي خدودهم، أي بمواضع الخدود من الأرض بعد الموت، ومصارع جنوبهم، واستعيذوا بالله من لواقح الكبر كما تستعيذونه من طوارق الدهر. فلو رخص الله في الكبر لأحد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيائه وأوليائه، ولكنه سبحانه كره إليهم التكابر ورضي لهم التواضع، فألصقوا بالأرض خدودهم وعفروا في التراب وجوههم وخفضوا أجنحتهم للمؤمنين، وكانوا قوما مستضعفين قد اختبرهم الله بالمخمصة، أي بالجوع، وابتلاهم بالمجهدة، وامتحنهم بالمخاوف، ومحصهم بالمكاره. قال عليه السلام: فلا تعتبروا الرضا والسخط بالمال والولد جهلا بمواقع الفتنة والاختبار في موضع الغنى والإقتدار، أي أيها الناس لا تجعلوا كثرة الأولاد ووفرة الأموال دليلا على رضا الله تبارك وتعالى، والنقص فيهما دليلا على سخطه، فقد يكون الأول فتنة كما في الأولاد، وقد يكون في الثاني أي في الأموال ابتلاء، فكثرة المال والولد ليس دليلا على رضا الله تعالى، والنقص فيهما ليس دليلا على سخط، فقد قال سبحانه وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فإن الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم. ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون صلى الله عليهما على فرعون وعليهما مدارع الصوف، وهي كالكساء، وبأيديهما العصي، فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه ودوام عزه، فقال: ألا تعجبون من هذين، يقصد موسى عليه السلام وأخاه هارون، يشرطان لي دوام العز وبقاء الملك وهما بما ترون من حال الفقر والذل، فهل لا ألقيا عليهما أساورة من ذهب إعظاما للذهب وجمعه،
واحتقارا للصوفي ولبسه. ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان، الذهبان جمع ذهب، والعقيان أيضا الذهب، ومعادن العقيان ومغارس الجنان، وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأراضين لفعل، ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء واضمحلت الأنباء، ولما وجب للقابلين أجور المبتلين، ولاستحق المؤمنون ثواب المحسنين. ولا لزمت الأسماء معانيها، ولكن الله سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم وضعفة فيما ترى الأعين من حالتهم، مع قناعة تملأ القلوب والعيون غنى، وخصاصة تملأ الأبصار والأسماع أذى. ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام، وعزة لا تضام، وملك تمد نحوه أعناق الرجال، وتشد إليه عقد الرحال، لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار، وأبعد لهم من الاستكبار، ولأمنوا عن رهبة قاهرة لهم، أو رغبة مائلة بهم، فكانت النيات مشتركة والحسنات مقتسمة، ولكن الله سبحانه أراد أن يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته أمورا له خاصة لا تشوبها من غيرها شائبة. وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل. ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بماذا ابتلاهم؟ بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما، يعني الكعبة الشريف، ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرة، وأقل نتائق الدنيا مدرة، وأضيق بطون الأودية قطرة، بين جبال خشنة ورمال دمثة، يعني سهلة لينة، وكلما كان الرمل أسهل كان أبعد من أن ينبت فيه شيء، وعيون وشلة أي قليلة الماء، وقرى منقطعة لا يسكو بها خف ولا حافر ولا ظلف. ثم أمر آدم عليه السلام وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه، أي أن يقصدوا هذا المكان، أن يحجوا إلى هذا المكان، فصار مثابة لمنتجع أسفارهم وغاية لملقى رحالهم، تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة ومهاوي فجاج عميقة وجزائر بحار منقطعة، حتى يهزوا مناكبهم دللة، أي في الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة، يهللون لله حوله ويرملون، أي السعي فوق المشي دون الجر، ويرملون على أقدامهم شعثا غبرا له، قد نبذوا السرابيل أي الثياب وراء ظهورهم، وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم ابتلاء عظيما وامتحانا شديدا واختبارا مبينا وتمحيصا بليغا،
جعله الله سببا لرحمته ووصلة إلى جنته. ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار جم الأشجار، يعني في الغابات كثيرة الأشجار، داني الثمار، ملتف البنى، متصل القرى بين برة سمراء، يعني الحنطة، والسمراء هي أجود أنواع الحنطة، لو شاء الله تعالى أن يجعل الكعبة في مثل هذه الأمكنة، وروضة خضراء وأرياف محدقة، أي الأرياف التي يكثر فيها الخصب والمرعى، وعراس مغدقة، وزروع ناضرة، وطرق عامرة، لو شاء ذلك لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء، ولو كان الإساس المحمول عليها والأحجار المرفوع بها، يعني الكعبة الشريفة، بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء، لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور، ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب، ولنفى معتلج الريب من الناس، ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد، ويتعبدهم بأنواع المجاهد، ويبتليهم بضروب المكاره إخراجا للتكبر من قلوبهم، وإسكانا للتذلل في نفوسهم، وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله، وأسبابا ذللا لعفوه. فالله الله في عاجل البغي وآجل وخامة الظلم وسوء عاقبة الكبر، فإنها مصيدة إبليس العظمى ومكيدته الكبرى، التي تساور قلوب الرجال مساورة السموم القاتلة، إلى أن قال عليه السلام نفيا للتكبر وتأكيدا للتواضع عند المؤمنين، وعن ذلك ما حرس الله عباده المؤمنين بالصلوات والزكوات ومجاهدة الصيام في الأيام المفروضات، تسكينا لأطرافهم وتخشيعا لأبصارهم وتذليلا لنفوسهم وتخفيضا لقلوبهم وإذهابا للخيلاء عنهم، ولما في ذلك من تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعا، والتصاق كرائم الجوارح بالأرض تصاغرا، ولحوق البطون بالمتون من الصيام تذللا. هذا دليل الجوع، تلحق البطون بالمتون، المتون يعني الظهور الظهر، مع ما في الزكاة من صرف ثمرات الأرض وغير ذلك إلى أهل المسكنة والفقر. ثم يقول عليه السلام ولقد نظرت فما وجدت أحدا من العالمين يتعصب لشيء من الأشياء إلا عن علة تحتمل تمويه الجهلاء، أو حجة تليط بعقول السفهاء غيركم، فإنكم تتعصبون لأمر ما يعرف له سبب ولا علة. أما إبليس فتعصب على آدم لأصله وطعن عليه في خلقته، فقال أنا ناري وأنت طيني. وأما الأغنياء من مترفة الأمم فتعصبوا لآثار مواقع النعم، فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فإن كان لابد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال،
ومحامد الأفعال ومحاسن الأمور التي تفاضلت فيها المجداء والنجداء من بيوتات العرب ويعاسيب القبائل، اليعاسيب يعني الرؤساء، بالأخلاق الرغيبة والأحلام العظيمة، الأحلام يعني العقول، والأخطار الجليلة يعني الأقدار، والآثار المحمودة، فتعصبوا لخلال الحمد من الحفظ للجوار والوفاء بالذمام والطاعة للبر والمعصية للكبر والأخذ بالفضل والكف عن البغي والإعظام للقتل والإنصاف للخلق والقضم للغيظ واجتناب الفساد في الأرض. واحذروا ما نزل بالأمم قبلكم من المثلات، أي من العقوبات بسوء الأفعال وذميم الأعمال، فتذكروا في الخير والشر أحوالهم، واحذروا أن تكونوا أمثالهم. فإذا تفكرتم في تفاوت حاليهم فالزموا كل أمر لزمت العزة به شأنهم وزاحت الأعداء له عنهم، أي زاحت الأعداء أي بعدت لأجله، ومدت العافية به عليهم وانقادت النعمة له معهم ووصلت الكرامة عليه حبلهم من الاجتناب للفرقة واللزوم للألفة والتحاض عليها والتواصي بها، واجتنبوا كل أمر كسر فقرتهم وأوهن منتهم، المنة يعني القوة، من تضاغن القلوب وتشاحن الصدور وتدابر النفوس وتخاذل الأيدي، فلا ينصر بعضهم بعضا. وتدبروا أحوال الماضين من المؤمنين قبلكم كيف كانوا في حال التمحيص والبلاء، ألم يكونوا أثقل الخلائق أعباء وأجهد العباد بلاء وأضيق أهل الدنيا حالا، اتخذتهم الفراعنة عبيدا فساموهم سوء العذاب وجرعوهم المرار، فلم تبرح الحال بهم في ذل الهلكة وقهر الغلبة، لا يجدون حيلة في امتناع ولا سبيلا إلى دفاع، حتى إذا رأى الله سبحانه جد الصبر منهم على الأذى في محبته والاحتمال للمكروه من خوفه جعل لهم من مضايق البلاء فرجا، فأبدلهم العزة مكان الذل والأمن مكان الخوف، فصاروا ملوكا حكاما وأئمة أعلاما، وقد بلغت الكرامة من الله لهم ما لم تذهب الآمال إليه بهم. فانظروا كيف كانوا حيث كانت الأملاء مجتمعة، الأملاء جمع ملأ بمعنى الجماعة، اتعظوا بمن كان قبلك، والأهواء مؤتلفة والقلوب معتدلة والأيدي مترادفة والسيوف متناصرة والبصائر نافذة والعزائم واحدة، ألم يكونوا أربابا في أقطار الأراضين وملوكا على رقاب العالمين؟ فانظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم حين وقعت الفرقة وتشتتت الألفة واختلفت الكلمة والأفئدة وتشعب مختلفين وتفرق متحاربين، قد خلع الله عنهم لباس كرامته وسلبهم غضارة نعمته، وبقي قصص أخبارهم فيكم عبرة للمعتبرين.
فاعتبروا بحال ولد إسماعيل وبني إسحاق وبني إسرائيل عليهم السلام، فما أشد اعتدال الأحوال، أي تتكرر الأحوال وتتناسب وتتشابه، وأقرب اشتباه الأمثال. تأملوا أمرهم في حال تشتتهم وتفرقهم ليالي، كانت الأكاسرة والقياصرة أربابا لهم يحتازونهم عن ريف الآفاق، أي يبعدونهم، وبحر العراق وخضرة الدنيا إلى منابت الشيح ومهاف الريح. الشيح يعني إلى أرض العرب، وهو نبت معروف، والريح المقصود مهاف الريح يعني الصحارى والفياف. ونكد المعاش، فتركوهم عالة مساكين إخوان دبر ووبر، أذل الأمم دارة. في هذا إشارة إلى شعر الجمل، وأذل الأمم دارة لعدم المعاقل والحصون المنيعة، وأجدبهم قرارة لا يأوون إلى جناح دعوة يعتصمون بها، ولا إلى ظل ألفة يعتمدون على عزها. فالأحوال مضطربة، والأيدي مختلفة، والكثرة متفرقة، في بلاء أزل وأطباق جهل. الأزل هنا بمعنى الضيق والشدة، من بنات موؤودة وأصنام معبودة وأرحام مقطوعة وغارات مشنونة. فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم حين بعث إليهم رسولا، فعقد بملته طاعتهم وجمع على دعوته ألفتهم. كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها، وأسالت لهم جداول نعيمها، والتفت الملة بهم في عوائد بركتها، فأصبحوا في نعمتها غرقين، وفي خضرة عيشها فاكهين. قد تربعت الأمور بهم في ظل سلطان قاهر، وآوتهم الحال إلى كنف عز غالب، وتعطفت الأمور عليهم في ذرى ملك ثابت. فهم حكام على العالمين، وملوك في أطراف الأراضين، يملكون الأمور على من كان يملكها عليهم، سبحان الله، ويمضون الأحكام في من كان يمضيها فيهم. لا تغمزوا لهم قناة ولا تقرعوا لهم صفات. هذا مثل عن القوة والامتناع. ألا وإنكم قد نفضتم أيديكم من حبل الطاعة، وثلمتم حصن الله المضروب عليكم بأحكام الجاهلية، فإن الله سبحانه قد امتن على جماعة هذه الأمة فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة التي يتقلبون في ظلها ويأوون إلى كنفها بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة، لأنها أرجح من كل ثمن وأجل من كل خطر. واعلموا أنكم صرتم بعد الهجرة أعرابا، أي بعد الإسلام والإيمان رجعتم كأعراب الجاهلية الذين يكتفون من الإسلام بالشهادتين فقط، ولم يخالط الإيمان قلوبهم. وبعد الموالاة أحزاب، ما تتعلقون من الإسلام إلا باسمه، ولا تعرفون من الإيمان إلا رسمه، تقولون النار ولا العار، كأنكم تريدون أن تكفئوا الإسلام على وجهه انتهاكا لحريمه ونقضا لميثاقه الذي وضعه الله لكم حرما في أرضه وأمنا بين خلقه. وإنكم إن لجأتم إلى غيره حاربكم أهل الكفر،
ثم لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا مهاجرين ولا أنصار ينصرونكم إلا المقارعة بالسيف حتى يحكم الله بينكم. وإن عندكم الأمثال من بأس الله وقوارعه وأيامه ووقائعه، فلا تستبطئوا وعيده جهلا بأخذه وتهاونا ببطشه ويأسا من بأسه، فإن الله سبحانه لم يلعن القرون الماضية بين أيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلعن الله السفهاء لركوب المعاصي والحلماء لترك التناهي. ألا وقد قطعتم قيد الإسلام وعطلتم حدوده وأمدتم أحكامه، ألا وقد أمرني الله بقتال أهل البغي والنكث والفساد في الأرض. الناكثون يعني أصحاب الجمل، والقاسطون هم الجائرون عن الحق، هم أهل الشام بصفين، والمارقون الذين مرقوا من الدين أي خرجوا من الدين، وهم الخوارج. فأما الناكثون فقد قاتلت، وأما القاسطون فقد جاهدت، وأما المارقة فقد دوخت، وأما شيطان الردهة فقد كفيته بصعقة سمعت لها وجبة قلبه. هذا الشيطان هو من رؤساء الخوارج، قتله الله تعالى بصاعقة من السماء، فقد كفيته بصعقة سمعت لها وجبة قلبه ورجة صدره، وبقيت بقية من أهل البغي، ولئن أذن الله في الكرة عليهم لأديلن منهم إلا ما يتشذر في أطراف البلاد تشذرا. أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب، أي يعبر عن الكلاكل وهي الصدور، جمع كلكل، عبر بها عن الأكابر الذين صرعهم. وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر، وهم من أشراف القبائل. وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه أي الريح الطيبة، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. الفصيل هو ولد الناقة، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء في جبل قرب مكة، فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة، وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير. ولقد كنت معه صلى الله عليه وآله لما أتاه الملأ من قريش فقالوا له يا محمد إنك
قد ادعيت عظيما لم يدعه آباؤك ولا أحد من بيتك، ونحن نسألك أمرا إن أنت أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنك نبي ورسول، وإن لم تفعل علمنا أنك ساحر كذاب. فقال صلى الله عليه وآله: وما تسألون؟ قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك. فقال صلى الله عليه وآله: إن الله على كل شيء قدير، فإن فعل الله لكم ذلك أتؤمنون وتشهدون بالحق؟ قالوا: نعم. قال: فإني سأريكم ما تطلبون، وإني لأعلم أنكم لا تفيئون إلى خير، وإن فيكم من يطرح في القليب، يعني من يرمى في البئر، وهم من أكابر قريش، ومن يحزب الأحزاب، إشارة إلى أبي سفيان الذي جمع الأحزاب. ثم قال صلى الله عليه وآله: يا أيتها الشجرة، إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أني رسول الله، فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يدي بإذن الله، فوالذي بعثه بالحق لانقلعت بعروقها وجاءت ولها دوي شديد وقصف كقصف أجنحة الطير حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله مرفرفة، وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وببعض أغصانها على منكبي، وكنت عن يمينه صلى الله عليه وآله. فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا علوا واستكبارا: فمرها فليأتك نصفها ويبقى نصفها. فأمرها فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشده دوية، فكادت تلتف برسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا كفرا وعتوة، قالوا: فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان. فأمره صلى الله عليه وآله فرجع. فقلت أنا: لا إله إلا الله، إني أول مؤمن بك يا رسول الله، وأول من أقر بأن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تعالى تصديقا بنبوتك وإجلالا لكلمتك. فقال القوم كلهم: بل ساحر كذاب. عجيب السحر، خفيف فيه، وهل يصدقك في أمرك إلا مثل هذا؟ يعنونني، وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم، سيماهم سيما الصديقين، سيماهم يعني علاماتهم، وكلامهم كلام الأبرار، عمار الليل ومنار النهار، متمسكون بحبل القرآن، يحيون سنن الله وسنن رسوله، لا يستكبرون ولا يعلون ولا يغلون، يعني لا يخونون ولا يفسدون، قلوبهم في الجنان وأجسادهم في العمل.